هذا وايت جديد. هذا لعب تليفون وربي رهيب يا رجل. بس هاي بالتليفون ها لقطة. هاي بالتليفون رهيب يا رجل هذا البني آدم وربي. يا رجل اقسم بالله مش طبيعي. هاي بي سي لقطة بي سي. مش عارف ها يمكن لقطات بي سي يمكن بي سي بالتليفون مش عارف بي سي بس مصورة بالتليفون. لا بس عرض الشاشة عرض التليفون ها؟ في واحد ألعب من هذا بالنسبة لي. مين؟ مين؟ رعد. مين رعد؟ اكتب على اليوتيوب اير. شو اسمه؟ او بي رعد؟ رعد لا لا ار ري اوكي شوف بيطلع لك ابراد هاد؟ ايوه هاد اكتب افضل اي واحد نقي اللي انت بدك اياه كله حلو مغربي هاد مغربي؟ امريكي هاد لك لا هذا على رعد اول مرة بشوف قناته والله لعب تليفون رهيب والله بس مش مثل لقطات وايد لقطات وايد اقوى بكتير يا رجل بس كمان لعب بصورة مين وايد؟ ها؟ تبع التليفون شو؟ شوف اخر فيديو له حديث لاني هذا كاتب عليه بالانجليزي تحدي شانك وشانك شو 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 فرق هاي عنوان فيديو ما له دخل تشينجز تشينجز تغير يعني تغير هذاك تشالنج يعني تحدي تشينجز تغيرات يعني ها اخر فيديو يعني هذا طلع قديم كثير هلا بنشوف خلينا نشوف هذا الفيديو محمح في الانجليز هلا بنشوف واحد من فيديوهاته الجديدة هم متابعين واجانب هذا اجانب ومغاربة جزائري انا اول مرة بسمع فيه يوبر ندخل الشراكة
ليش تصويره؟ من هاي مونتاج مونتاج مزعج مزعج هذا والله لعبه حلوه بصراحه. اه لعبه رهيب والله بالنسبه للاعب تليفون شيء اسطوري جدا والله. حلو حلو سي بلس بيجيبه ضد بسياسه هاي تبع التقطيش اسود وابيض لما بتروح شاشه هو مضيع ضيع لعبه بالمونتاج يا علي عرفت. لا لا المقارنه بالمقطع الاول اللي شفناه ضعيف. بس الفيديو هذا لا حلو لقطاته حلو. الى طلعت عنده لقطات ما نشوف لقطات ما ترى رانك هذا يعني بالانجليزي. ايوه يو شول دو واتش ذس ناو. لغلط ريوف تو شو تليفونه هذا ايفون 8 اتوقع صح. الايفون 8 احسن على فكره هاتف للعبة فري فاير ورب. الايفون 7 وال8 احسن هواتف للام فري فاير افضل من 11 هذا فان بالام افضل 11 بيلعب بس الام تبع 8 لا لا علق حاله علق بس ما عنده لقطات سكوادات. لقطات واحد ما كيف بدي اقول لك اياها والله يا لاني لقطاته مش من دقائق يعني مش مثل ال 16 او انا او هيك اوكي شبه استعراض يعني من عنده اي مستوى الوقت ينزل يطيع سكواد لا تعب مستوى السكواد افضل حتى لو اصفر علي السكواد احلى. انا بالنسبة لي لقطة الجلد حتى لو ما في اصفر حتى لو كلها اصفر قاتل سكواد اربعة هيك يكونوا اربعة دوليك تتبع تفنيش هيك يقتلهم حتى لو اصفر احسن من هيد شوت واحد. انا ما بكون الديو احيانا بحزف اللقطة بكون الديو اللقطة ما مش حلو الديو بس حلو لقطاته حقيقية والله وجميلة بصراحة. كفو عليه احسن من التمثيل. ما شاء الله عنده هم حلو